يواصل الجيش اليمني تطهير مناطق في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية شمال شرق اليمن من سيطرة الحوثيين وذلك بعد سيطرته على خط الأمهر وجبال السلام في منطقة الظهرة التابعة لمديرية برط العنان غرب المحافظة عقب معارك عنيفة مع الحوثيين سقط خلالها عدد من القتلى والجرحى من كلا الطرفين والآن جيشنا الوطني يتقدم في المهاجمة وفي برط العنان وتم فرار المليشيه الحوثيه وتركوا وراءهم مخلفين الاسرى والمعدات العسكريه اما الخطه الثانيه ان شاء الله سوف يتم فتح خط العقبه وسوق الثالوث مما سيؤدي الى تامين الخط الدولي عندما كنا ندخل قوات عسكريه كانت تدخل عبر الحدود وتعطي عرقله كبيره لكن عندما يتم فتح منطقه العقبه وسوق الثلوث سوف تكون تصل قواتنا إلى محافظة صعدة أو إلى البغوى واليتمة عبر خط العقبة وسوق الثلوث يعني بخلال ساعة واحدة فقط. كما تواصل القوات اليمنية التوغل في مديريات محافظة صعدة المجاورة لمحافظة الجوف.